السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، دائما في درس الاشتقاق بالنسبة للسنة الأولى بكالوريا آداب وعلوم إنسانية نتمم ما تبقى من محاور الدرس. إذن بالنسبة لهذا اليوم إن شاء الله سنتطرق لتطبيقات الاشتقاق. إذن في ماذا يفيدنا الاشتقاق؟ يعني سنرى من خلال هذه الفقرات. إذن الفقرة ما قبل الأخيرة، مطاريف دالة قابلة للاشتقاق على مجال. إذن وسنرى من خلالها بداية رتابة دالة وإشارة مشتقتها، والخاصية تقول لتكن اف داله قابله للاشتقاق على مجال اي، يعني كتكون عندنا واحد اف داله قابله للاشتقاق على واحد المجال اي، بحيث هذا المجال يكون ضمن مجموعات تعريفيه. اذا تكون اف تزايديه على اي، تكون اف تزايديه على اي اذا وفقط اذا كان، يعني الشرط الاساسي باش تحقق مهما يكون اكس ينتمي الى ذاك المجال اي، اذا كان اف بريم دو اكس يعني مشتقه الداله اف أكبر من أو يساوي صفر، نقول مباشرة أن f فهي تزايدية على ذلك المجال E. وتكون f تناقصية على E إذا وفقط إذا كان مهما يكون x ينتمي إلى E f بريم دو x أصغر من أو يساوي صفر، يعني تكون تناقصية متى؟ إذا كانت مشتقتها أصغر من أو تساوي صفر على ذلك المجال. وتكون f ثابتة على E إذا وفقط إذا كان، يعني ما يكون X ينتمي إلى E، فإن مشتقة الدالة F تساوي صفر. إذا كانت المشتقة تساوي صفر على ذاك المجال E، فإن الدالة F تنقول تكون ثابتة على هذا المجال. وبالتالي لاحظوا معي جيدا أن المشتقة في ماذا أفادتنا؟ يعني أفادتنا في أننا ندرسوا ماذا؟ تغيرات الدالة، أو نحدد بها تغيرات الدالة F. يعني عوض ما كنا كنستعملوا سابقا بالنسبه للسنه الماضيه، كنا طرقنا لمعدل التغير باش نحدد تغيرات الداله، كنا كندرسوا ما يسمى بمعدل التغير، ومن انطلاقا من داك معدل التغير اللي كان اكبر من صفر فهو تزايديه، صغر من او يساوي صفر يعني تناقصيه الى غير ذلك. اذا بالنسبه لنا هنا بطريقه ابسط لتحديد يعني رتابه الداله، يكفينا فقط اننا كنحسبوا المشتقه ديالها وكندرسوا اشاره تلك المشتقه، يعني اشاره تلك المشتقه ديال الداله اللي عندنا في هذيك الحاله، وانطلاقا من النتائج اللي كتعطينا كنستخلصوا هل الداله تزايديه على ذاك المجال، يعني متى تكون تزايديه؟ قلنا اذا كانت مشتقتها اكبر من او يساوي الصفر، وتكون تناقصيه اذا كانت مشتقتها اصغر من او يساوي الصفر، وتكون ثابته اذا كانت مشتقتها تساوي الصفر. إذن سنمر إلى مثال للتوضيح أكثر. إذن نعتبر الدالة f لx تساوي x أس 3 ناقص 3x، لندرس تغيرات، يعني كنقصد بها الرتابة ديال الدالة f على هذا المجال. إذن شنو هو المجال بالضرورة باش ندرسو الدالة؟ هو مجموعة تعريفها. إذن هذه عبارة عن ماذا؟ نلاحظ أنها عبارة عن حدودية. إذن بما أنها حدودية فإن مجموعة التعريف ديالها مباشرة هي مجموعة R، يعني مجموعة الأعداد الحقيقية. ولدراسة رتابة هذه الدالة أو تغيرات الدالة لا بد من المرور عبر مراحل. إذن المرحلة الأولى كنحسبوا المشتقة، مشتقة هذه الدالة بطبيعة الحال بتطبيق القواعد السالفة الذكر، يعني اللي تطرقنا لها في الخاصيات السابقة. إذن نحسب f بريم دو x فهي ماذا؟ فهي مشتقة الدالة f، الدالة f اللي كتساوي لي في هذه الحالة x أس 3 ناقص 3x، يعني هنا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مجموع دالتين، يعني f x أس 3 ناقص 3x الكل بريم. إذن كنطبقوا الخاصية اللي شفنا ديال بالنسبة للمجموع، يعني هي مشتقة x أس 3 بريم ناقص 3x. المشتقة ديال x أس 3 فهي تكتب على شكل x أس n. قلنا كيفاش كنحسبوا المشتقة ديالها؟ إذا فقط كما قلنا سابقا أننا كننزلوا بالأس وكنضربوه في إكس أس، يعني ذاك العدد اللي كان عندنا نقصوا منه واحد. إذا ها هي كما تلاحظون فهي تساوي 3x الكل أس 2، يعني عفوا 3x أس 2 ناقص هذه عندي هنا عبارة عن ماذا؟ تكتب على شكل أ إكس،
يعني مشتقات AX هي A، وبالتالي مشتقات 3X هي 3. إذا النتيجة تصبح هي على الشكل التالي: 3X أس 2 ناقص 3. فيما بعد قمنا فقط بتأمين، يعني بعملية تأمين بعدما حددنا العامل المشترك ما بين الحدين. إذا كنلاحظ أن العامل المشترك ما بين الحدين هو العدد 3، إذا قمنا بالتأمين به فهي 3 عامل لإكس أس 2 ناقص 1. إذا هذه كمرحلة أولى لدراسة التغيرات الدالة. لاحظوا معي جيدا أننا في بداية نحسب f بريم دو x، يعني نحسب مشتقات الدالة f. نمر للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي تحديد جذور المعادلة. المعادلة ماذا؟ يعني كنحلوا المعادلة f بريم دو x تساوي صفر، يعني بالضروري خاصني نحل هذيك f بريم دو x تساوي صفر باش نحدد متى تنعدم هذه المشتقة، أو بصيغة أخرى جذور هذه المشتقة. يعني عندي f بريم دو x تساوي صفر، معناه نوضع f بريم دو x. كم وجدنا f بريم دو x؟ وجدناها كتساوي 3 في اي 3 عامل لإكس أس 2 ناقص 1، يعني 3 عامل لإكس أس 2 ناقص 1 تساوي صفر. هنا عندي جداء، يعني جداء يعني تكتب على شكل A في B تساوي صفر، ونعلم أن A إذا كان عندي A في B تساوي صفر معناها يا إما A تساوي صفر أو B تساوي صفر. إذا هل 3 تساوي صفر؟ طبعا لا، 3 لا تساوي صفر، وبالتالي العدد الذي أو التعبير الذي سيساوي لي الصفر هو x أس 2 ناقص 1، معناها يكافئ ماذا؟ يكافئ أن x أس 2 ناقص 1 فهي تساوي الصفر. إذا نتمم على نفس النهج. إذا كنلاحظ ماذا عندي هنا؟ كنلاحظ أن هذه عبارة عن متطابقة عامة تكتب على شكل A أس 2 ناقص B أس 2. إذا لا كان عندي A أس 2 ناقص B أس 2 فهي تساوي ماذا؟ تساوي A ناقص B في A زائد B، يعني أن x أس 2 ناقص 1 فهي تساوي x ناقص 1 في x زائد 1، يعني هذا الجداء يساوي لي الصفر. معنى ماذا جداء يساوي الصفر كما ذكرنا سابقا؟ معناه يا إما العدد الأول يساوي الصفر أو العدد الثاني يساوي الصفر، معناه أن x ناقص 1 تساوي الصفر أو x زائد 1 تساوي الصفر. إذا وبعد يعني بعدما نكمل في الحل ديال المعادلة سنجد أخيرا أن x يا إما x تساوي 1 أو x تساوي ناقص 1. إذا حلول هذه المعادلة هما ماذا؟ هما 1 وناقص 1. وبالتالي من هنا نستنتج ماذا؟ نستنتج أن جذور الدالة، جذور المشتقات الدالة f هما ماذا؟ هما 1 وناقص 1. أي أننا إذا عوضنا في f بريم دو x، عوضنا يعني حسبنا الصورة ديال 1 سنجدها تساوي صفر يعني تنعدم، وأيضا حسبنا الصورة ديال ناقص 1 سنجدها تساوي صفر فهي أيضا تنعدم، وهذا ما يسمى بالجذور. إذا المرحلة الثالثة سنمر لدراسة إشارة المشتقة. كيف هي هذه المشتقة؟ إذا كنلاحظ هي ماذا؟ يعني دراسة إشارة x أس 2 ناقص 1 تساوي الصفر. هذه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن معادلة من الدرجة الثانية. إذا بالنسبة لنا احنا باش نحددوا إشارة معادلة من الدرجة الثانية، ماذا سنقوم؟ من طبيعة الحال سنستعين بجدول الإشارة. إذا جدول الإشارة بهذا الصدد، يعني شنو عندنا في هذا؟ كنلاحظ أن لها حلين، يعني f بريم دو x فهي تنعدم في 1 وناقص 1، وبالتالي قلنا هنا فإن هذه الحالة فإن دلتا أكبر من الصفر. وإذا كان عندي دلتا أكبر من الصفر فإن جدول الإشارة قلنا أن يعني بالنسبة إذا بغينا نديرو الإشارة ديال هذيك المعادلة خارج الجذرين كتكون عندي إشارة أ، بحيث أ هو ماذا؟ أشناهو أ؟ أ هو المعامل اللي مضروب في إكس أس 2، وما بين الجذرين يعني كتكون عندي عكس إشارة أ، وهو كالتالي بالنسبة لي جدول الإشارة. إذا الملاحظة أن هاد المعادلة إكس أس 2 ناقص 1 فهي تنعدم في ماذا قلنا؟ تنعدم في ناقص 1 وواحد. هيا اذا ها هما هادو عبارة عن جذور فتنعدم فيهم، الى حسبناها كتساوي لي الصفر هنا. وبالتالي قلنا على ان اشارتها ماذا ستكون؟ خارج الجذرين حسب الخاصية اللي تطرقنا لها في الدرس ديال الحساب العددي في الدورة الاولى. قلنا خارج الجذرين عندنا إشارة أ، إشارة أ كنقصدو بأ أ هو المعامل قلنا اللي مضروب في هاد إكس أس 2. إذا شنو هو المعامل اللي عندنا هنا؟ هو واحد. إذا واحد كيفاش داير؟ فهو موجب. إذا وبالتالي فهي موجبة على المجال ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد، وموجبة أيضا على المجال واحد إلى زائد ما لا نهاية، في حين أن بين الجذرين يعني الجذرين هما اللي ناقص واحد تتكون عندي عكس إشارة أ. إذا أ موجب وبالتالي عكسها هو سالب، وبالتالي فهي سالبة على المجال ناقص واحد. إذا من المجال ناقص ما لا نهاية ناقص واحد
واتحاد واحد الى زايد ما لا نهايه، كتكون عندي اف بريم دو اكس. كيفاش كتكون اف بريم دو اكس؟ يعني اكس وستنا ناقص واحد عفوا تكون موجبه، وبالتالي تا اف بريم دو اكس كتكون موجبه، لان 3 موجب وعدد موجب في موجب كيعطيني موجب. اذا وداخل يعني من المجال ناقص واحد الى واحد، كيف تكون اكس وستنا ناقص واحد؟ اذا فهي سالبه. الى ضربناها في عدد موجب اتبقى لي يعني اللي هو 3 تبقى لي سالبه، وبالتالي اف بريم دو اكس دائما كتبقى لي ايضا حتى هي سالبه. اذا بعدما حددنا الداله المشتقه بدايه، مرينا المرحله الثانيه الى تحديد جذور المعادله، يعني جذور المعادله اللي هي اف بريم دو اكس. يعني حلينا المعادله اف بريم دو اكس تساوي صفر، وحددنا الجذور متى تنعدم هاد اف بريم دو اكس. مررنا كخطوه ثالثه الى دراسه اشاره اف بريم دو اكس، كيف هي اشاره اف بريم دو اكس؟ واش هي موجبه او سالبه؟ متى تكون موجبه؟ متى تكون سالبه؟ واخيرا سنمر الى استنتاج تغيرات الداله، من هنا سنحدد رتابه الداله اف. اذا ومنه جدول تغيرات الداله اف هو كالاتي. اذا عندنا، لاحظوا معي جيدا، ان عندنا هنا بالنسبه للمجال كما قلنا اف بريم دو اكس كيفاش دايره من المجال ناقص ما لا ناقص واحد؟ قلنا موجبه. وايضا كيفاش دايره من واحد الى زايد ما لا نهايه؟ موجبه. واذا كان عندي اف بريم دو اكس موجبه حسب الخاصيه، اذا ماذا نستنتج؟ نستنتج انها تزايديه على ذاك المجال، وبالتالي هي كنلاحظ انها تزايديه على المجال ناقص ما لا نهايه الى ناقص واحد، وايضا تزايديه على المجال واحد الى زائد ما لا نهايه. على عكس ما بين في المجال ناقص واحد واحد، لقيناها كيفاش دايره اف بريم دو اكس؟ فهي سالبه، وبالتالي اذا كانت سالبه اصغر من او تساوي الصفر حسب الخاصيه فهي كتكون تناقصيه. وهنا كنلاحظوا جيدا اننا هنا كنعمل شوف اف بريم دو اكس، وهنا عندي اف دو اكس، يعني استنتاج رتابه الداله. اذا هنا كنحسبوا فقط الصوره ديال هاد الاعداد، اللي هما الصوره ديال هاد العدد ناقص واحد اللي كتنعدم فيه اف بريم دو اكس، اذا الصوره ديالو بالداله اف، اف اللي ناقص واحد. وايضا هنا كنحدد الصوره ديال العدد واحد بالداله اف، يعني اللي هو اف لواحد، يعني اف لواحد. وبالتالي نقول على ان الداله تكون تزايديه على المجال ناقص ما لا نهايه ناقص واحد والمجال واحد زائد ما لا نهايه، وتكون تناقصيه على المجال ناقص واحد الى واحد. اذا سنمر الى خاصيه ثانية. بالنسبة للخاصية الثانية تقول لتكون اف دالة قابلة للاشتقاق على مجال مفتوح اي، يعني واحد المجال مفتوح ضمن مجموعة تعريفها، واكس صفر عنصرا من ذلك المجال، يعني عنصر من اي. اذا الخاصية تقول يعني اف تقبل مطرافا في اكس صفر، يعني كتقبل واحد المطراف. شنو كنقصد بالمطراف؟ المطاريف اللي كنا طرقنا في البداية، ما هي المطاريف؟ هي يا اما كنقول قيم دنيا او قيمة قصوى، هادو هما اللي كنقصد بها المطاريف. اذا اف تقبل مطرافا في اكس صفر، اذا كانت ماذا؟ لاحظ معي جيدا، اف بريم تنعدم في اكس صفر، هذا الشرط الاول، وتتغير اشارتها. يعني متى نقول ان اكس صفر مطراف للدالة اف؟ مطراف للدالة اف اذا كان ماذا؟ اذا كان تنعدم في اكس صفر، يعني ها هو الشرط الاول، تنعدم في اكس صفر، و يعني و الشرط الان الثاني اساسي، يعني حضور الشرطين معا باش تقول ان هذاك مطراف. وتتغير اشارتها، يعني بجانب ذاك اكس صفر، مثلا انت تقول في اليمين ديالو سالبه، على اليسار ديالو موجبه، او لا على اليسار ديالو موجبه وفي اليمين ديالو سالبه. اذا في هذه الحاله فهي كنقول انها تقبل مطرافا في ذلك العدد اللي هو اكس صفر. إذا كانت اف قابلة للاشتقاق في اكس صفر وتقبل مطرافا في اكس صفر، يعني إذا كانت قابلة للاشتقاق في اكس صفر وكتقبل أيضا مطراف في اكس صفر، يعني كيحق لي هاد الشروط اللي قلنا الفوق، فإن ماذا؟ فإن مباشرة اف بريم دو اكس صفر يساوي صفر، يعني أن هاد اكس صفر كيمثل لي جذر للمعادلة اف، يعني جذر عفوا لجذر عفوا للمشتقة لمشتقة الدالة اف اللي هي اف بريم. إذا ثالثا، إذا كان اف بريم ديال اكس صفر يساوي الصفر، يعني هذا يعني ينعدم تنعدم فيه الداله المشتقه، يعني ان السي دي اف، لاحظ معي جيدا هذه جيدا، يعني التاويل الهندسي ديالها ماذا؟ يعني ان السي دي اف يقبل مماسا افقيا في النقطه، يعني السي دي اف في هذه الحاله كيقبل لي واحد المماس افقي في النقطه ماذا؟ النقطه مثلا واحد النقطه سميناها ا للاحداثيات ديالها هما اكس صفر واف لاكس صفر، يعني الافصول ديالها هو اكس صفر والارتوب ديالها هو الصوره ديال اكس صفر بالداله. اذا لاحظوا معي هنا، اذا سنمر الى مثال تطبيقي. دائما
بالنسبه لنفس الداله اللي شفنا دابا في المثال الثالث. اذا المثال الثالث شفنا الداله اكس اس 3 ناقص 3 اكس، اذا هي الداله اللي كانت عندي وقلنا مجموعه التعريف ديالها وحددنا مجموعه من الامور. اخر حاجه توقفنا عندها هو جدول بالنسبه لجدول التغيرات ديالها. اذا انطلاقا من جدول التغيرات سنستنتج المطاريف ديالها. اذا كنلاحظ من خلال داك جدول التغيرات، الى رجعنا لذاك جدول التغيرات، اذا شنو عاودوا حاول تربط الفيديو شويه باللور وشوف داك جدول التغيرات. اذا كنلاحظ ان عندها مطرفين، كنلاحظ ان عندها مطرفين. شنو هما المطارف؟ قلنا المطارف هما التي تنعدم فيهم الداله، تنعدم فيهم الداله يعني كبدايه، وثاني امر كتغمع تغيير الاشاره ديالها، يعني كتنعدم فيهم عفوا الداله المشتقه ماشي الداله، كتنعدم فيهم الداله المشتقه مع تغيير الاشاره ديالها. اذا حسب نتائج المثال 3 عندنا ماذا؟ اف بريم لواحد تساوي الصفر، يعني الصوره ديال واحد بالمشتقه الداله اف كتساوي لي الصفر، يعني كتنعدم فيه الداله. وايضا ناقص واحد مع تغيير الاشاره، كنلاحظ انه في ناقص واحد على اليسار ديالها كيفاش كانت الاشاره؟ كانت موجبه، وعلى اليمين اصبحت سالبه. بالنسبه لواحد كانت على اليسار سالبه وعلى اليمين موجبه، اذا غيرت الاشاره ديالها وكتنعدم فيها، وبالتالي هادو كنقول انهم مطاريف للداله اف. اذا لا حسبناهم اف لي واحد كتساوي ناقص اثنان، يعني حسبنا الصوره ديالها حسبنا ناقص اثنان، واف لي ناقص واحد تساوي اثنان. اذا هادو هما مطاريف الداله اف، اذا هادو هما مطاريف الداله اف في هذه الحاله، بحيث هاد اف لي ناقص واحد اثنان كيمثل ليا قيمة قصوى، يعني اثنان هي قيمة قصوى للدالة، وبالنسبة لناقص اثنان هي قيمة دنيا للدالة. إذا لنا موعد إن شاء الله في تتمة ما تبقى من الدرس، إذا بقى لنا واحد التمرين توليفي، إذا نشوفه إن شاء الله في الفيديو المقبل.